أخبار اليوم. وكان نائبا عاما جليلا بمعنى الكلمة، وحمى مصر وحمى قضاء مصر. يوم يزل يوم شوية نشعر ننعي للأمة هذا الشيء الجديد الذي رحل فيه الإرهاب الأسود في شهر رمضان المبارك، وبإذن الله تعالى سيثبت الشعب المصري أنه قادر أن نقتص بدم شهيد مصر، وبإذن الله ونقتلع بذلك السبب قبل الشرق بالمارس الهم، لكن كان فيه نزيف داخلي، كان فيه إصابات في الصدر وإصابات في البطن وفي كسر في الذراع وفي العضد، وكان هناك جرح قطع في الأنف، وكانت إصابة جمة، وبذل الأطباء كل ما في وسعهم، ولكن إرادة الله نفذت.